warrior, feel the power. اهلا وسهلا فيكم من جديد. اللي بدنا الدرس هلا بدي احكي فيه عن الدروينج، اللي هو انشاء ورقة رسم شيت كرتونة الرسم ورسم وتنزيل القطعة عليها واخذ مساقط لها ووضع ابعاد عليها. طبعا النافذ القائمة هون ببدأ من نيو. طبعا نحن تعلمنا البارت والاسمبلي، هلا في الدروينج الرسم. بختار النظام، طبعا النظام اللي بدي اياه هو الـ INSI طبعا بالمليمتر. اللاحق هون راح تكون لاحق الملف IDW يعني Drawing Inventor Drawing، وراح اشوف انه طلع عندي شريحة الرسم او كرتونة الرسم. بالنقر مرتين راح تفتح نافذة Drawing الرسم، وراح تظهر عندي الشيت اللي هي كرتونة الرسم. بالبراوزر هون نلاحظ اسم ورقة الرسم شيت 1، طبعا ممكن بالضغط اضغط عليها باليمين وفي شيء اسمه edit sheet، بالنقر عليه فيني هون اعدل على خواص ورقة الرسم. اول شيء فيني اعدل على مكان المربع او المستطيل هون اللي بدخل فيه معلومات القطعة، فيني اختار الزاوية اللي بدي ارسمه فيها من هون، وفيني اختار اتجاه الورقة اذا كان اتجاه طولي او اتجاه افقي. طبعا فيني اختار سايز حجم القطعة، طبعا مثل ما بنعرف في عندي A4 A3 A2 A1 وABC، طبعا هاي قياسات للأوراق بتجي ستاندر. ممكن اختار A4 هي الورقة العادية مثلا، A2 طبعا الاسم الشريحة او الصفي الورقة، فيني ادخله بهاي النافذة واعمل اوكي. طبعا لنزل قطعة الامر هو بيز، من تعليمة البيز بختار قطعة. طبعا هون هو راح تلاحظوا انه اظهر لي قطعة مباشرة، راح تلاحظوا انه اظهر لي قطعة بشكل مباشر. السبب انه انا فاتح هون اسمبلي ملف التجميع، فلما بفتح دروينج فتلقائيا بياخذ لي القطعة اللي لساتها شغالة بالبرنامج، اذا بدي اياها بشتغل فيها مباشرة، او اذا بدي اختار قطعة تانية ف بنقر على الاوبن اكسيتنج فايل اللي موجود هون وبختار القطع وين محفوظة بجهاز الكمبيوتر. راح اختار الاسمبلي هو اللي مفتوح موجود عندي. راح لاحظ كيف بيظهر عندي اول مسقط الفرونت، طبعا فيني اختار المسقط من هون، غير من الكيوب من المكعب الموجود هون، غير الاتجاه، اختار مثلا منظور اذا انا حابب، او غير بالشكل، راح اعتمد هذا المسقط، راح اعتمده هو المسقط الاساسي اللي ابدأ من شغل عليه توب، لكن بالشكل المقرب. طبعا هون راح تشوف عندي سكيل، سكيل هو مقياس الرسم، اذا حاسس الرسم صغيرة ممكن اطلع المقياس، هو 1:1 يعني كل 1 ملي بالحقيقة يقابل 1 ملي على الورقة، او اجعله نصف يكون اصغر او اجعله اكبر مثلا، رح اتركه 1:1. هون نوع كيف بدي الستايل، كيف بدي يظهر الرسم. طبعا اذا اخترت هذا اذا فعلت هذا الخيار راح يظهر بالالوان انه القطعة ملونة، اذا غير تفعيل الخيار اللي هون راح يظهر خطوط رسم عادية كأنه مرسوم بالقلم. الخيار هون اذا بدي اخفي الخطوط الوهمية، طبعا الخطوط اللي بالخلفية ترسم بشكل منقط، اذا بدي اياها ترسم فبفعل الخيار اللي هون، اذا بدي اخفيها بفعل الخيار اللي هون اللي هو هايدن، وهون هايدن لاين، وهون هايدن لاين ريموفد انه ازالة الخطوط الهايدن المخفية. بالنقر على اوكي لاحظ انه ظهر عندي المسقط. طبعا بالبروجكتد بتفعيل البروجكتد بيجي بنقر على المسقط اللي امامي هون وبسحب، لما بسحب للاعلى بيظهر عندي المسقط الافقي طبعا، او للاسفل للاعلى، لما بسحب على جنب بيظهر عندي المساقط الجانبية، ولما بسحب بشكل مائل هيك بشكل زوايا بيظهر عندي المنظور. طبعا بنقر باليمين وبعمل كرييت فبتظهر عندي القطع مثل ما شايفين هيك،
المنظور، المسقط أفقي، المسقط الجانبي، والمسقط الجانبي الثاني أمامي والجانبي. طبعا لاحظين الخطوط الوهمية غير ظاهرة، بنقر نقرتين هون على إطار اللوحة، بنقر هون على الإطار نقرتين بتظهر عندي. فيني أعدل الخيار إنه أظهر الهايدن لاين وأعمل أوكي، راح ألاحظ إنه كيف ظهرت الخطوط الهايدن المنقطة. طبعا وفيني مثل ما حكينا إنه أجعل الشكل، مثلا نقرت هون على هاد نقرتين وفعلت خيار الشيدر، راح أعمل أوكي، راح أشوف كيف ظهر المنظور بشكل الألوان، وفيني ألغي أعمل. هي بالنسبة لكيف نزل بقى قطعة وآخذ لها مساقطة. طبعا أنا هون آخذ assembly، أنا فيني مثلا آخذ قطعة قطعة، مو شرط assembly ومجمع بشكل كامل. مثلا راح آخذ قطعة فقط من هذا الشكل، راح أروح أبحث وين على مكان تسييف القطع. أنا حافظهم على سطح المكتب، هاي الassembly، هاي البارت 1 بارت 2 3 4 5 والبارت 6. راح اخذ بالبارت 3 مثلا ونزل القطعة، راح اشوف انه اوكي هاي القطعة، راح اخذ ريجكتد لإلها، واخذ طبعا هون اخذتها بشكل مائل فامحيها. طبعا فيني احذف اي مسقط بالنقر عليه تحديده والنقر على ديليت، مثلا مثل هون بنقر على هذا، بنقر على الإطار، بيتلون الإطار، بعمل ديليت موافق، فبيبقى عندي مسقطين والمنظور للأسيمبلي. نعيد انقر بارت 3. القطعة صارت موجودة هون، راح آخذ مسقط تاني لإلها، راح أعمل أوكي، راح أسحب. طبعا هني يجوا قطعتين، ضغط مرتين فظهرت القطعة مرتين. طبعا هاي البارت 3 أخذت لها مسقطين، فيني أخذ أكثر مساقط لإلها، المسقط الثاني والمنظور مثلا create ما شايفين. طبعا وضع الأبعاد بيتم من نافذة الأنوتيت اللي موجودة هون، دايمنشن، في شيء اسمه دايمنشن، دايمنشن من قائمة الدايمنشن ممكن أوضع الأبعاد. مثلا اضغط على ضلع تلقائيا يعني بيظهر البعد لإلها، اضغط على سطح دائري فا اوكي مثلا 5 5، فالقطر هون 5، وهون كمان سطح دائري 7.5 قطر. فيني اضغط على خطين فآخذ المسافة بين الخطين، أو على ضلع كاملة فآخذ طول الضلع. كمان بالنسبة للنقاط فيني آخذ مثلا المسافة هون بين المركزين. أوكي بيتم هيك وضع الأبعاد بالدايمنشن. كمان فيني أوضع الأبعاد على المنظور، مثلا فيني أوضع الأبعاد هون على المنظور بشكل تظهر بشكل جانبي على المنظور هون. كان هون لاحظوا انه الدائرة غير مكتملة، هون نصف دائرة، فبيعطيني ار 5، نصف قطرة هو اللي 5 وليس قطرة. طبعا هاي لوضع الابعاد. الشيء المهم كمان هو السكشن، كيف اعمل مقطع بالدروينج اذا بدي اقطع واخذ مسقط، وكيف بيظهر التهشير. مثلا بدي اعمل قطع ب هون، طبعا برسم خط القطع، فعل تعليم السكشن، راح اعيدها، بنقر على السكشن، بنقر على المسقط اللي بدي اعمل عليه القطع، ببدأ بالرسم. النقر برسم خط مستقيم، مثلا راح اعمل سكشن يقطع قطعة هاي بالمنتصف، بنقر باليمين واعمل كونتينيو، فبيظهر عندي المقطع هون. بنقر راح بعد الرسمتين عن بعض المسقطين، لاحظوا معي انه خط القطع هو هاد AA، قطع الجسم بالمنتصف، واخذت المسقط اللي هون، مسار القطع راح لاحظ كيف ظهر عندي منطقة القطع، خطوط التهشير. طبعا القطع شمل البرغيين فظهر عندي البرغيين.
طبعا السكشن تعليم كتير مهم لأنه بتظهر لي التداخلات والأمور المخفية. طبعا هون فيني أعدل على خط القطع بس بالنقر عليه، بالنقر على فيني أحركه. طيب هون لما عم حركه عم حرك، فعم يتغير عندي المسقط اللي هون. إذا أنا بدي إياه هون عم يتغير عندي المسقط حسب مكان. طبعا وشغلة تانية، أنا مو شرط أمحيه ديليت، لما بمحيه طبعا لما بمحي خط القطع بيمحي المسقط تلقائيا. في شغلة تانية، أنا مو شرط يكون عندي مسار القطع، خط ممكن أرسمه رسم مثلا كما شايفين خط مائل continue، رح يكون عندي خط مائل. طبعا بعد ما برسمه فيني أعدل على الخط، يفضل انه ما يكون في خطوط مائلة طبعا مشان سهولة الرسم. طبعا عم يصعب علي التعديل على الخط لأنه كتير متدر في ميلان، بس أنا هون أخذت الخط القطع بشكل مائل فظهر عندي المسقط بهذا الشكل. وهي كتير بنشوفها بالكتب، بنشوف رسمات بيصعب علينا فهمها، بالسبب بيكون انه خط القطع مائل فبيظهر عندي الشكل. وهي هي الدراوين، كيف اني اختار ورقة عمل واختار نزل قطعة اسيمبلي او قطعة لوحدها، وكيف اوضع الابعاد بالدايمنشن باستخدام الانوتيت، وكيف اعمل سيكشن.